اهلا بيكم، انا سامي من فوزي اكاديمي، والنهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة اسمها اليوريك اسيد. اليوريك اسيد ده مركب عضوي يتكون من الكربون والنيتروجين والاكسجين والهيدروجين زي ما انتم شايفين في الصورة كده. ولكن اليوريك اسيد في الجسم البشري بيتكون لما بتحصل عمليات الاحتراق الداخلي لمادة اسمها البيورين. البيورين ديت موجودة في المشروبات والمأكولات زي الكبد والأنشوجة والسمك المكريل والفاصوليا الناشفة وكمان البسلة وكمان في البير. اليوريك أسيد ده بيمشي في الدم وبيوصل للكلية، ومن هناك ممكن يروح الزيادة منه تروح مع البول. لو كان الجسم بتاعك بينتج كتير من اليوريك أسيد او ما بتقدرش تتخلص منه، في الحالة دي انت تعتبر مريض. في الحالة دي لازم تعمل تحليل دم علشان تعرف المستوى بتاع اليوريك أسيد في الدم عندك قد ايه بالظبط، وكمان ممكن تعمل تحليل في البول كمان بيديك برضو الليفل. طبعا في درجات للليفل من 3.4 من 10 ل 7.2 من 10، ده بالنسبة للرجال ميلي جرام باي دي ال، وكمان 2.4 من 10 و6.1 من 10 للوومن. اليوريك اسيد ومستواه لو عالي او واطي عن هذه الليفل بيسموه في الطب الهايبريوسيميا او الهايبويوريسيميا. ايه اللي بيسبب اليوريك اسيد انه يعلى كده؟ طبعا ده بيكون في بعض الاحيان لاسباب وراثيه، في احيان تاني للاكل اللي انت بتاكله او السكر الزياده اللي بيكون عندك في اكلك او مكونات القمح زي ما انتم شايفين في الصوره كده. كمان ممكن يكون في مشاكل في الكلى ترفع اليوريك اسيد، كمان الصوم او انك انت تعمل خسسان بسرعه كبيره، ده بيعمل مؤقتا يرفع مؤقتا اليوريك اسيد في الدم. خلي بالكم ان الزياده في اليوريك اسيد ممكن تودي الى انك تعمل حصوه في الكلى، او ممكن تؤدي الى مشاكل في المفاصل، حاجه اسمها النقرس، وده هنتكلم عنه بعدين. بشكركم كتير وارجو انكم تنشروا الفيديو ده، وطبعا انا مش دكتور ولكن انا عندي ليفل اليوريك اسيد 7.4 من 10، وده مش كتير ولا حاجه، بس بنقل لكم تجربتي عن الموضوع دوت حتى انكم تستفيدوا منها، ومتشكر جدا كتير ليكم.